صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير الأنبا بخوميوس بحجر إدفو قداس عيد الميلاد المجيد بالدير. هذا وبعث نيافته ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا طوادروس الثاني والأباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس والشعب، مصليا أن يرفع الله الوباء عن العالم ويحمي مصر ويحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتابع. أهنئكم جميعا وربنا يديم محبته ونعمته ورحمته علينا ويطمنا على مصر كلها. ربنا يحفظ مصر ويحميها وينجيها وينميها ويثمرها، ويحفظ رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر في عمله الضخم اللي بيعمله وهو شعلة نشاط في الخدمة وفي العمل الدؤوب الذي لا يهدأ ليلا ونهارا، وكل الهيئات المحيطة به والتي تعمل معه بنفس النشاط ونفس الحيوية. وربنا يحمي مصر وينجيها. ربنا أيضا يبارك في قداسة البابا طوادروس الثاني ويديله الصحة والعافية ويديله الحيوية اللي بيأدي بيها رسالة عظيمة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، ومعه جميع أعضاء المجمع المقدس الأباء المطارنة والأساقفة وجميع الأباء الكهنة والشمامسة والخدام في كل الكرازة المرقصية من أقاصيها إلى أقاصيها داخل مصر وخارج مصر. وربنا يحفظ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمصر ويحفظ مصر للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.